علم النفس هو الدراسة العملية والعلمية للسلوك وكذلك الشخصية والعقل والتفكير. الإنسان في علم النفس عبارة عن كتلة وجدانية تحدد أفكاره ومواقفه من نفسه وأيضا من الآخرين. علم النفس يعلمك كيف تتعامل مع الصعوبات وتقلل من الخسائر عن طريق الأسلوب العلمي لحل المشكلات. تعرف أكثر على نفسك وعلى مفاتيح فهم الآخرين من خلال متابعتك لدروس علم النفس على القناة التربوية الكويتية في الأوقات التالية. برنامج مادة علم النفس للمرحلة الثانوية يأتيكم في الأوقات التالية.